الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا لأكثر من 300 شخص وارتفاع قياسي في عدد الإصابات. آليات عسكرية تركية تقتحم الحدود السورية وتتجه جنوباً. اليابان ترسل سفينة حربية إلى الشرق الأوسط لحماية السفن التجارية وناقلات النفط. الحادية عشرة صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع عدد وفيات في فيروس كورونا الجديد إلى 304 أشخاص، وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضاً 2590 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14000 شخص. وأشارت اللجنة إلى مغادرة 328 مريضا مصابا بالفيروس المستشفيات بعد تعفيهم. أعلنت وزارة الصحة إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية إلى الشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدعم يشمل المستلزمات الوقائية مثل أقنعة الحماية والمطهرات الكحولية، مضيفة أن إرسال هذه الشحنة يأتي في إطار دعم مصر للصين للتصدي لفيروس كورونا المستجد. قالت وسائل إعلام سورية إن رتلا عسكريا تركيا كبير اقتحم صباح اليوم الأراضي السورية عبر معبر كفر لوسين الحدودية، وذلك بحسب وسائل الإعلام. فالرتل يتكون من 40 آلية عسكرية من دبابات وناقلات للجنود ومدرعات، بالإضافة لمعدات عسكرية ولوجستية، فيما توجه الرتل جنوبا. أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً للرد على أردوغان، متهمة إياه بتحريف تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بشأن الذاكرة الوطنية عن سياقها. وحذرت الخارجية الجزائرية من أن ما أقدم عليه أردوغان من شأنه تقويض الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحل قضايا الذاكرة الوطنية، مشددة على أن هذا الملف وكل ما يتعلق به له خصوصية عند الشعب الجزائري. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش إن مفردات لغة المسؤولين الأتراك تعيد إنتاج أوهام أنقرة الاستعمارية والتي ولى زمنها. وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصف جرجاش اللغة السياسية للمسؤولين الأتراك بأنها مؤسفة وتسعى للتغطية على واقع أن أنقرة هي التي تتدخل في الشأن العربي وتعيد إنتاج أوهام استعمارية ولى زمنها. غادرت سفينة حربية يابانية ميناءها بالقرب من طوكيو في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان في ظل توتر في الشرق الأوسط. وبحسب وزارة الدفاع اليابانية، فقد حضر الوزير تارو كونو مراسم مغادرة المدمرة وطاقمها المكون من 200 فرد مع طائرتي دوريات لحراسة السفن المتجهة إلى الموانئ اليابانية. يواصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته إلى كازاخستان للقاء عدد من المسؤولين. كان بومبيو قد التقى في العاصمة نور سلطان نظيره في كازاخستان تيليو بيردي، حيث أكد على تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي وتدعيم الشراكة بين البلدين خلال العام الجاري. لقي شخصان مصارعهم وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار أثناء جنازة داخل كنيسة بمدينة فيكتوريا بولاية فلوريدا الأمريكية. وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن القتيلين من أصحاب البشرة السمراء، بينما تتلقى امرأة وطفل العلاج في مستشفى بعد إصابتهما، ولم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار له أبعاد إرهابية أو طائفية أم حادث عارض. We'll be right back.
نهاية الموجز مشاهدينا، ولمزيد من الأخبار دائما تابعوا موقعنا الإخباري اكسنيوز.تي في. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.